المنتخب الثالث منتخب جنوب افريقيا، يمكن هم اخذوا البطوله مره واحده كانت سنه 96، بيدربهم مدرب معاه جنسيتين، جنسيه اسكتلنديه وجنسيه انجليزيه، اسمه باكستر، اسكتلندي، 65 سنه، ارقامه هي قدامنا على الشاشه، يمكن هو ماسكهم من سنه 2017، لعب 16 مباراه تحت قيادته، فازوا في 6، خسروا 6 برضه وتعادلوا 4، احرزوا 23 هدف، دخلت شباكهم 17 هدف، وخرج بشباك نظيفة 5 مباريات، زي ما قلنا معاه جنسيتين، جنسية انجليزية وجنسية التانية الاسكتلندية. يمكن هم طريقة لعبهم بيلعبوا 4-2-3-1، من المنتخبات برضو اللي تحب تتفرج عليها وفيها بعض اللعيبة المميزة، أبرزهم بيرسي تاو، ده لوحده برضو هنتكلم عنه. يمكن هم بيلعبوا 4-2-3-1، حارس المرمى دارين كيت، حارس بيدفست الجنوب الأفريقي، وعلى فكرة هم عندهم 3 بس محترفين في التشكيلة الأساسية. الحارس الأساسي دارين كيت بيلعب في بيدفست، مخوانزي المدافع بيلعب في بيدفست، هالاتشواي بيلعب في بيدفست برضه، هالانت الباك ليفت بيلعب في بيدفست، اذا الثلاثه او الاربعه اللي ورا دول بيلعبوا في بيدفست. الباك اليمين بيلعب في كايزر تشيفز، الاثنين الارتكاز اثنين مهمين قوي، ماكوجو بيلعب في انجلترا، وديان فورمن هو القائد اكتر لاعب لعب مباريات دوليه، بيلعب في سوبر سبورت في جنوب افريقيا. الثلاثه اللي قدام واحنا عارفينهم كلنا، بيرسي تاو اللي هو الجناح ده بيلعب في بلجيكا، لعيب مميز قوي وحريف قوي، مابوي اللي كان بيلعب في سان داونز قدامنا قدام النادي الاهلي، اللي هو اللي بيلعب مهاجم والمدرب هنا بيوظفه كمهاجم متاخر. على فكره طريقه اللعب بتتحول ل 4-4-1-1، يعني مش شرط 4-2-3-1. عندهم سيمبا زواني اللي هو اللي احنا برده شفناه مع سان داونز، المهاجم موتيبا برده من المهاجمين الكويسين جدا، وهو اغلى لاعب بيلعب في ستراسبورغ الفرنسي. ابرز لاعبي منتخب جنوب افريقيا واهم لعيب فيهم هو بيرسي تاو. بيرسي تاو لعيب مميز قوي، واحنا شفناه في بدايته مع سان داونز، بعد كده راح انجلترا، وبعد كده اللي قدامنا على الشاشه اللي هو رقم 19، ده لعيب تحب تتفرج عليه، لعيب يعني لعيب حريف قوي، لعيب كمان قناص، مميز بالاسيست ومميز بالفينش، رقم 19، بيلعب في الدوري البلجيكي، هو معار لكن هو في الدوري الانجليزي. دايما ميزته ايه بيرسي تاو اللي قدامنا على الشاشه؟ اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا، ليه؟ لان هو اللي بينقل الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هو المحطه، هو اللي بيطلعهم، بص بيدوروا عليه دايما. هتلاقي لعيب جنوب افريقيا بتدور عليه عشان يطلع ويبني الهجمه. اهو هو اللي معاه الكوره ده. لعيب مميز قوي بيرسي تاو اهو. هو دايما اللي ايه، ومنتخب جنوب افريقيا مميز بحته الاختراق من العمق، اهي بيطلعوا عليه في الهجمه المرتده زي دي بالظبط، اهي بيطلعوا عليه حتى لو ما كملتش، ولكن طلعتهم بتبقى على اللاعب رقم 19 اللي هو بيرسي تاو، وهو اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا. نبص على ابرز اللاعبين او ابرز اللاعبين في منتخب جنوب افريقيا، هنلاقي ان هما الاثنين زي ما قلت لحضراتكم، رقم 1 بيرسي تاو، رقم 2 المهاجم اللي هو موتيبا، بيلعب فين؟ في ستراسبورغ، وده اغلى لاعب في منتخب جنوب افريقيا، قيمته التسويقيه 6 مليون يورو و300 الف استرليني. قدامنا على الشاشه اهم موتيبا ومابوي، يمكن مابوي بيلعب في سان داونز، موتيبا في ستراسبورغ. موتيبا مساهم في 3 اهداف، جاب 10 اهداف السنه دي في الدوري الفرنسي. المابوي مع سان داونز جاب 8 اهداف و6 اسيست، من اللعيبه اللي بيستخدمها كصانع العاب في المنتخب او مهاجم متاخر. ده يمكن يعني ابرز نقاط بصفه عامه كده لمنتخب جنوب افريقيا. اهم حاجه برضو ان هم بيعتمدوا على الاختراق من العمق، لو شفنا ازاي هم سجلوا الاهداف منتخب جنوب افريقيا هنلاقي ان الاهداف كلها من العمق، من خلال بيرسي تاو. بيرسي تاو ساعات تلاقيه جناح يمين وجناح شمال، وهو اللي بيطلعهم على يبنوا عليه الهجمه، هو اللي بيبنوا، هو اللي بيحول الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هو اللي بيطلع منتخب جنوب افريقيا زي ما شفنا في الفيديو. لعيب مميز قوي بيرسي تاو، ونتابعه لانه لعيب مهم جدا جدا جدا. لعيب بيرسي تاو لو شفنا ازاي هم سجلوا الاهداف هنبص نلاقي ان هو اهم حاجه عندهم الاختراق من العمق. منتخب جنوب افريقيا اهو، اول حاجه تمرير طولي في العمق، 6 اهداف في التصفيات، 6 من خلال التمرير الطولي في العمق، واثنين كرات عرضيه من الجبهه اليسرى. نبص على الصوره اللي بعدها مثال للتمرير الطولي في العمق، اكتر لاعب طبعا مساهم في اهداف في التصفيات 5 اهداف، وهو بيرسي تاو. ادي اهي اللي عليه الدايره ده بيرسي تاو، عمل اوفرلاب من ورا المدافع واتلعبت له تمرير اختراق طولي في العمق، اللي عليه الدايره الصفراء الدايره دي ده بيرسي تاو، اتلعبت له تحت اهو هيتحرك كده، والمهاجم راح لعبها له من ورا الباك ليفت، فاتلعبت له بالشكل ده زي ما احنا شايفين اتلعبت له ايه اهو، اتلعبت له كده واتحضر وراح هو جاري من وراه زي ما شفنا في الهدف. نبص اللي بعده برده هنلاقي برده اختراق من العمق، الصوره اللي اهي ده على المهاجم على طول موتيبا، اتلعبت له اختراق منين؟ من العمق اهو، اتلعبت له. الصوره اللي بعدها هنلاقيه بيسدد بيجيبها هدف.
من خلال الاختراق من العمق. إذن عشان ممكن لما بتلعب منتخب زي منتخب جنوب أفريقيا لازم من وجهة نظري ممكن تأمن بارتكاز ثالث أو تلعب كليبرو. ده يمكن منتخب جنوب أفريقيا زي ما قلنا نقاط القوة. برضو هم عندهم منتخب قوي، منتخب أعتقد أنه هيتعب منتخب المغرب وهيتعب منتخب كوت ديفوار، وأعتقد أنه هياخد البطاقة التالية. حتى لو أخد ثالث أو أخد ثاني أعتقد أنه هيترشح للدور الثاني. ده كان منتخب كوت ديفوار في موجز سريع كده ليه أو لأبرز نقاط القوة بتاعته. لمنتخب جنوب أفريقيا أبرز نقاط القوة بتاعته. فإحنا كده خلصنا ثلاث منتخبات، المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا. هندخل دلوقتي على المنتخب الرابع اللي معانا وهو منتخب ناميبيا.